الحين حنرجع نحط المرقة على القدر عشان نحط عليها الرز ونطبخ الرز. ممتاز. بسم الله. جميل، فرجعنا مرق اللحم والآن راح نضيف عليه الرز. هذا الرز منقوع مغسول. الرز مغسول طبعاً. إيه مغسول ومنقوع طبعاً. أوكي. يعني الرز الأمريكي يأخذ شوية وقت، فإذا أنت ناقعه من بدري حيختصر عليك الموضوع الطبخ. أوكي. طبعاً هم أصلاً من الأساس يقدرون يسوون كل هذا بقدر ضغط، صح؟ تقدر. إيه. لكن بعض الأحيان لما نسوي السلق بقدر الضغط ما يطلع نفس القوام ولا نفس النتيجة، لكن تقدر. أوكي. لكن أنا أفضل لما أستخدم قدر الضغط في هذه الأكل. حلو حلو. أحس لمن يأخذ أصلاً ساعات أو أطول يتسبب. بالضبط. كل ما خليته يأخذ راحته كل ما أعطاك نتيجة أفضل. حلو. كيف وزنية الموية عندك؟ شوف، هنا ما يحتاج نهتم في الوزنية، لأنه إحنا طول ما إحنا قاعدين نطبخ الرز حنشيك عليه ونزود موية في البروسيس هذا، فما يعني ما في وزنية إنه والله كل كاستين رز مثلاً أربع كاسات موية أو ما أعرف. والله حبي يعني. أيه. بتشيك عليها كل شوي. بالضبط. طيب ممكن الآن نغطي الرز ونخليه يطبخ. ممتاز. فراح نخلي الآن الرز يطبخ على راحته. اللحم دخلناه على حرارة هادية، ما قاعد يطبخ، هو مستوي أصلاً بس يبقى دافي. وقبل التقديم الحلوين هذول كلهم راح آخر 10 دقائق حنحط فيها الأشياء هذه. خلاص، أجل ننتظر عليه ونرجع لكم إن شاء الله عشان نقدم السليق. بالضبط. حلو. بإذن الله. طب الآن عمر أحتاجك تأخذ حبة رز كذا تشوف إذا هو فعلاً مستوي كويس، لأنه حنضيف عليه باقي الأشياء. فخلاص. أوكي. مهرية. أيه. في هذه المرحلة حنضيف الحليب، وانت بتقلب القدر تحاول انك تحاول تهرس الرز بالملاس بالملاس في طرف يعني في اطراف القدر. اوكي. نبغى نحاول نهري الرز، تمام؟ فهذه الخطوة جدا مهمة، انه نقعد نهرس في الرز واحنا بنشتغل. اوكي. تقريبا حياخذ مننا الموضوع هذا 10 دقائق. هو في لها اداة معينة ولا عادي؟ لا لا، ما في اداة معينة، احنا نبغى نحاول بس نهرس الرز القدر. أوكي. بهذه الطريقة. هل لازم كله ولا أنت تبغى تسوي شوية كذا شوية كذا؟ شوف، هو مو لازم كله يصير بنفس الطريقة هذه. لكن في النهاية احنا نبغى قوام السليق يكون شوية مهري. أوكي. فاهم علي؟ أوكي. طبعا زي ما قلنا احنا في البداية، وصفات السليق مختلفة من منطقة لمنطقة، وفي ناس اصلا ما يضيفون حليب ولا شيء. في ناس بس كذا يعتمدون على مرق اللحم والمستكة، ولكن كل ويعني طريقته. فهنا أضفنا حنا الحليب وراح نضيف الأشياء الثانية هذه. تمام. فالآن قاعد يسوي هو التكنيك هذا حق إنه تهري شوية الرز عشان يصير كريمي أكثر. بالضبط. في نفس الوقت لما تحط الحليب انتبه تبعد عن القدر، يعني ما تروح تسوي شغلة وترجع مرة ثانية لأنه حيتلدع عليك. فهنا ضروري إنك أنت تكون يعني هذه الخطوات النهائية. ممكن الآن نضيف الزبدة. طبعاً عندنا هنا راح نضيف زبدة المراعي اللي تنفع للحالي والمالح. هذه ذكرياتي مع السليق يعني وأنا صغير، قلتها قبل لكن دائماً إننا قاعد نسوي سليق فكنت ما أكله إلا في كاتشب. كاتشب مع السليق؟ كاتشب، أتوقع هو كان الشطة بالنسبة لي، عرفت وأنا صغير إنه ما نتحمل الحار. شوف، يعني أنا ما راح أحكم على الإضافات، لأنه في ناس فعلاً حتى كمان تضيف على السليق البصل المقلي. هذه جديدة. أثناء الطبخ ولا لا في النهاية؟ في النهاية زينوا بالبصل المقلي. والله أحس إنها بتطلع حلوة، يعني كل ما أضفنا شيء قوام جديد. في بيوت يضيفوا في النهاية يعني. أغلب الطبخات السعودية أصلاً يضاف لها كشنة صاير. بالضبط. حتى السليق ليش لا؟ مع إن الحركة اللي قاعد تسويها كذا مرة على هداوة، لكن إن الرز مطبوخ صح فجالس ينهري. بالضبط. وطبعاً ضروري يا عمر يكون عندك الرز بهذا القوام، ما نبغى يكون ناشف. فطول ما أنت قاعد تشتغل تطبخ يا تضيف موية حارة يا تضيف حليب. أوكي. فأنت ما تبغى الرز ينشف عليك. أوكي. فهمت علي؟ حلو. طيب يا عمر، ممكن الآن في هذه المرحلة في بيوت يضيفوا قشطة. أوكي. وفي بيوت كمان يضيفوا حليب مبخر. أوكي. زيادة على الموجود، فإحنا ممكن نضيف قشطة. خلاص. فراح نضيف الآن قشطة المراعي